وطيلة الربع قرن الماضية تم إنشاء المئات من دور رعاية الأيتام في آسيا وإفريقيا وأوروبا. هناك عدة شروط ينبغي توافرها للكفالة، وهي أن يكون الشخص يتيم الأبوين أو يتيم الأب، أن تكون ديانة الأبوين الإسلام، أن يلتحق بالدراسة عند وصوله سن الدراسة، أن لا يكون اليتيم مكفولا من جهة أخرى. الأيتام عندنا بالمركز عددهم 30 طالبا على كفالة بيت الزكاة، وعندنا روضة الكويت الإسلامية والتي تخرج طلابها السنة الماضية، لكننا بحاجة إلى بناء مدرسة ابتدائية لحاجة المجتمع لها. أيضا لدينا بالمركز مستوصف طبي تم إنشاؤه ونحن بانتظار أهل الخير لتجهيزه بالمعدات، ولدينا بناء متعدد لم يكتمل بناؤه بسبب العجز المالي لدينا، وناشد أهل الخير مساعدتنا وجزاهم الله عنا خير الثواب. تتضمن حضانة اليتيم إيواءه ونفقات معيشته ودراسته، وفي كثير من الحالات تم إنشاء قرى تضم عددا كبيرا من اليتامى، كما جرى هنا في مجمع وضح البحر الكائن بمدينة بيكاس بإندونيسيا.